بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشتغل الوحدة الأولى، درس الأولاني منها، في كتاب بونسوار. كتاب بونسوار من الكتب الجميلة جدا، بتقدم معلومة كويسة وبتقدم تمارين مختلفة وجذابة وأفكارها حلوة جدا. تعالوا هنا بنقولوا ليزي سي دو كومون بوي شوازي سي لا بون ريبونس، يعني اقرا القطعه اللي قدامك دي واختار الاجابه الصحيحه. ماريون اريف شي شارلوت، يعني ماريون وصلت عند شارلوت، وصلت عندها زي ما انتم شايفين في الصوره الاولانيه كده، في حد واقف على الباب وحد بيفتح له وفي حد واقف في الشباك فوق بيبص. ريتشارد بيقول سالي ماريون، قالت له سالي شارلوتي لا، شارلوت هنا تسأل على صاحبتها. فريتشارد قال لها وي إلي دون سا شامبر، هي في الغرفة بتاعتها. قال سي بريبار، يعني هي بتستعد، هي بتجهز نفسها. هناخد سي بريباري، يعني يجهز نفسه أو يعد نفسه، بيجهز يعني. أما كلمة بريبار بس بريباري، يعني يجهز أو بيعد حاجة. يبقى ما بيبقى دايما فعل ذو ضميرين، دايما الحدث بيقع على الفاعل نفسه. سي بريباري يبقى انا بستعد، انا بجهز نفسي. لكن جو بريبار لو جاتو مثلا، يبقى انا اعد الجاتو، انا بحضر حاجه. شارلوت قالت، شارلوت سي ماريون، بينادي عليها بقى، لان خد بالك دايما هتلاقي الاسم بعده فاصله او علامه تعجب، يبقى ده الاسم ده منادى بقى، لان هنحتاج الحته دي في الامر. الاسم بعده فاصله او علامه تعجب، يبقى ده ايه؟ منادى. سي ماريون، انها ماريون. ردت عليها قالت لها اونتر، ادخلي. ماريون جاريف، انا جايه، انا خلاص حوصل. ماريون قالت لها مي تيني با بريت، ولكن انت لست جاهزه، انت لسه ما جهزتيش، لسه ما بقيتيش مستعده. وطبعا مستغربه. قالت لها سي سي بلا بلا. يبقى ناخد بالنا سي هي عبارة عن إجابة على سؤال منفي، يبقى ده سي سي معناها بلا بلا، دي إجابة بالإثبات على سؤال منفي، يعني أنت ما انتش جاهزة. قالت لها بلا لا، ده أنا مستعدة وجاهزة. وهناخد طبعا الإجابة على سؤال منفي، لأن عندنا في الدرس ده عنصر مهم جدا من عناصر الوحدة عندنا. اتون يعني انتظري. جي برون مون ساك دو سبور، يعني انا هاخد شنطتي الرياضيه. ها اي مون مايو، والزي بتاعي، المايو اللي هو الشورت او الزي، زي. اي جي دي ساند، وحنزل، نازله اهو. جي دي ساند يعني نازله، فيرب دي ساند يعني ينزل. ريتشارد قال لا لا ماسير، بيتعجب منها بقى، او في نوع من انواع السخريه شويه. اختي لا شامبيون دي ريتار، بطله التاخير. وخلي بالك من الاصطلاح ده، هيقابلك كتير في الاختياري عندنا، لا شامبيون دي ريتار، سواء في المواقف او في اختيار الجرامير القواعد، بطله التاخير. اختي دي استاذه في التاخير. فوز الي جوي او ان، انتوا هتلعبوا هاند بول. ماريون ردت قالت له وي On va à l'entraînement au gymnase، يعني احنا هنذهب التدريب في صالة الألعاب، الصالة المغطاة، جيمناز. طيب شارلوت ريمونت تصعد، ويديسونت يعني عمالة تطلع وتنزل. فماريون نادت عليها، قالت لها شارلوت كيسكو تو في، ماذا تفعلين؟ قالت لها توندي، استني استنيني. يعني جي في شيرشير ان سيرفييت، انا ببحث عن فوطه. بكلمه سيرفييت يعني فوطه. طبعا الفوطه من ضمن الادوات اللي انا باخدها معايا في ممارسه الرياضه. دونا سال دو بان اي جاريف، يعني هدور على الفوطه دي في الحمام وحاجه هو على طول. ماريون قالت لها لا لا ديبيش توا، يبقى ديبيش توا معناها ايه؟ بسرعه، اسرعي. ده فيرب سيدي بالشي، سيدي بالشي يعني يسرع. اون فاريفي اون ريتارد، سنصل متاخرا. لونترون ني فا با اتر كونتون،
يعني المدرب لن يكون مسرور، مش هيبقى مسرور بالتصرف بتاعي ده. فقلت له فوالا اهو خلاص انا جاهزة، جي سوي بريتو، انا جاهزة اهو، الي يلا بينا اريدو رالير، كفي عن التذمر، يعني بطلي بقى نفخ وبطلي ان انت زهقانة والحاجات دي. ده كان القطعة الاولانية، هناخد بالنا منها كويس قوي ونحاول نقرأ الاسئلة. سي دوكومو ايه؟ الوثيقة دي عبارة عن ايه؟ طيب هو حطيت لي في الوثيقة كلمة تكست يعني نص، اي قطعة عبارة عن نص كده، ولا انكيت يعني بحث او تحقيق، والبحث او التحقيق ده سبق ان احنا ذكرناه وعاملين فيديو لانواع الوثيقة، ممكن نسيبوه عندنا في الرابط. انكيت يعني بحث او تحقيق، يعني عبارة عن حد سأل سؤال وفي اكتر من شخصية جاوبت عن الموضوع ده. ولا ايميل، الايميل طبعا شخص بعت لشخص تاني وفيه من والى والموضوع بتاع الايميل. ولا ديالوج، محادثة، طبعا هي محادثة، ديالوج هي حوار حصل ما بين ثلاث أشخاص، الأخت والبنت ماريون وريتشارد اللي كان موجود معه. طب سؤال تاني، دون لا سال دو بان شارلوت شيرش، في الحمام، سال دو بان في الحمام، هي بتبحث عن ايه؟ شارلوت بتبحث عن ايه؟ عن سيرفيت مون لما يودوس بو، ولا سيرفيات، ولا فيستا. سيرفيت مون يعني ترينج، لبس خارجي يعني، ولا مايو دو سبور زي رياضي، ولا سيرفيات فوطة، ولا فيستا، فيست يعني جاكيت، يبقى هي بتبحث عن سيرفيات فوطة. كومبيان دو بيرسون بارل دون سو دو كومون، يعني كم شخص بيتحدث في الوثيقة دي؟ طبعا احنا قلنا تروا بيرسون، ثلاث أشخاص اللي بيتحدثوا. طيب كي اي ماريون، مين ماريون؟ لا كوبين دو شارلوت، صديقة شارلوت، ولا أخت شارلوت، ولا بنت عم شارلوت، ولا جارة شارلوت؟ طبعا احنا هناخد الأولانية اللي هي صديقتها. كي ريتشارد، مين ريتشارد؟ هل هو صديق شارلوت، ولا ابن عم شارلوت، ولا والد شارلوت، ولا أخو شارلوت؟ طبعا هو أخوها. رقم 6، ماريون و شارلوت فون، هم رايحين فين؟ او ليسي، في المدرسة الثانوي، ولا او ريستوران، في المطعم، ولا او جيمناز، في صالة الالعاب، ولا او مارشي، في السوق. طبعا هتبقى واضحة قدامنا ان هم رايحين الجيمناز اللي هي صالة الالعاب. ملاحظين ان كل الكلمات دي مذكر وسبقت بأو. طيب شارلوت اي بري كون ماريون اري، يعني شارلوت بتكون جاهزة اما ماريون وصلت؟ فطبعا هي ما كانتش لسه جاهزه، ماشي، هي قالت بلا بلا بس ما كانتش جاهزه تماما عندنا، فلم تكن جاهزه، فهي كده هتتاخر، فهنقول نو، لا ما كانتش جاهزه، هي جاوبت بي سي بس ما كانتش جاهزه عندنا. تعالوا نقرا بقيه النص كده عندنا ونشوفه. ابري لونترينمون، بعد التدريب، ماريون فا شيرشير شارلوت، ماريون سوف تبحث عن شارلوت. دايما شارلوت مغلباها شوي، فبتقول مي كاسكو تي في، انت بتعملي ايه؟ عماله لسه بتلعب. تي بونس دورمور سي كوا، انت مفكره ان انت هتنامي هنا ولا ايه؟ قالت لها نو جريت، انا توقفت، هبطل بقى. ماريو قالت لها موا جو دو بارتير، يجب ان ارحل، جو رونديفو افيك ناتيلي ا 6، انا عندي ميعاد مع ناتيلي الساعه 6، تي فو فينير، يعني انت عايزه تيجي معايا يعني. قالت لها نو جو ني بو با، لن استطيع، جو دو لير شو مي غران بارون، يعني يجب ان اذهب عند جدي. ماريون قالت او دو لير بونجور دو ما بارت، صبحي لي عليهم، قولوا لهم صباح الفل كده من ناحيتي من طرف يعني. الو اذا اوفي معناها في الواقع. ناتيلي فو فير دي جودو لو ساميدي، يعني ناتيلي عايزه تمارس جودو يوم الايه؟ السبت. كاسكو تيون بونس، ما رأيك؟ خلي بالك من الجملة دي عشان احنا هناخد ازاي نسأل عن الرأي. كاسكو تيون بونس، جلوي ديوي، هل ممكن اقول لها ايوة؟ ممكن ان انا اقول لها ايوة، انت ايه رأيك؟ ممكن اقول لها، هتلا بوف موا سي ني مي ديريا، خلي بالك من الاصطلاح ده كويس قوي، يعني الموضوع مش هممني، مش فارق معايا قوي.
بون حسنا اتوندو موا استنيني 5 مينيت 5 دقايق جيمي دوش اي جاريف يعني انا هاخد دوش بتاعي وحاجي على طول. ماريون قالت لا او نو الي ديجا 5:30 يعني الساعه دخلت عدت اهي 5:30. علي سيلتو بلاي هيا من فضلك جيمي ديبيش انا هاسرع فناخد بالنا من القطع. تعال نكمل الاسئله. ماريون او رونديفو افيك ماريون عندها ميعاد مع مين؟ مع ناتيلي. هي قالت انا عندي ميعاد مع ناتيلي الساعه 6 دكو مع ناتيلي الساعه 6 طبعا شغلات ما بتحبش الجودو. ماريو رينكونتو ناتيلي السيزيغ هي هتقابلها الساعة كام؟ الساعة 6. سيدو كومو ايه؟ الوثيقة دي عبارة عن ايه؟ طبعا هي تكملة الوثيقة كلها عبارة عن ديالوج زي ما قلنا حوار. شغلات دلاغ فيك ماريون، شغلات بتقبل الذهاب مع ماريون ولا بتقترح الذهاب مع ماريون ولا مترددة ولا بترفض الذهاب مع ماريون. طبعا هي هنا قالت ما يهمنيش يبقى أنا مش رايحة يبقى أنا برفض لأنها إدى التعبير عن الرفض اللي هو سا ني مي دي ريا يعني هذا لا يهمني أو الأمر لا يعنيني. هنبدأ ناخد الكلمات ونقراها مع بعض بالراحة وبهدوء. عندنا أن ساك دو سبور لو أن أن أنترينمون en gymnase, en entraîneur, en vestiaire, des gradins, en rendez-vous, en slogan, en ballon, en champion, une championne, une serviette, une salle de bain, une cabine, une tenue, une chambre. Un maillot, un survêtement, un manteau, un poney, un short, des chaussures de sport, des baskets. خلي بالك من كلمة دي basket دي مؤنث. جمع مؤنث. الأفعال chercher, se préparer, arrêter, râler, se dépêcher, monter, penser, se doucher, sonner. Entrer, arriver, attendre, prendre, descendre, dormir, partir, devoir, ouvrir. تعبيرات être en retard, être content, être prêt, de ma part, du mien, s'animer, dire rien, arriver tout, arriver tard, vite, ensemble, ديجا. فعلين مهمين قوي عندنا هنا خدناهم فيرب ديسوندر وده مجموعة أولى بحذف الار او وحط اس اس مفيش وبعدين أكمل او ان اس او زاد او ان تي. فيرب ديسوندر جي ديسون تي ديسون إل أل ديسون نون ديسوندون فو ديسوندي إل أل ديسوند. فيرب بارتير بحذف الثلاثة الأخرى وحط اس اس تي وفي الجمع ضمائر الجمع بحذف الاثنين الاخرى بس واحط او ان اس وزاد او ان تي. جو بار تي بار ايل ال بار نو بارتون فو بارتي ايل ال بارت. عندنا الفعل المهم جدا جدا عندنا فيرب فير اللي هو معناه يفعل او يمارس. جو في تي في ايل ال في نو فيزون فو فات. وركز على فو فات كويس قوي وياريت نحطه تحت خط كده لانه من الافعال القليلة اللي حلاقيها دايما ها من الافعال القليلة اللي حلاقيها بتنتهي بأو اس مش أو زاد. انا متعود ان فو دايما تنتهي بأو زاد. الالفان
فيرب كوري يجري، وده فعل من الأفعال المجموعة الثالثة. Je cours, tu cours, il elle court, nous courons, vous courez, il elle court. هنبدأ نتعرف بالبريمير ليسون دير كيل سبور اون في، يعني نقول أي رياضة نحن نمارس. وحنتعرف هنا على أسماء الرياضات، وحنتعرف كمان على فيرب فير، وحنكتشف الرياضة وفيرب جوي. تعالوا ناخد الكلمات بتاعتها، ولسه قاريين كلمات منها دلوقتي. انترينمون فيه، فيه سبور فيلو ساك دو سبور بانيير تورنوا كور جيمناز غون ماتش بالون فولون شيفال سيرفيتمون ستاد جنر جنر ترين دو سبور سبور نوتيك مايو دو با إيكيب كومبيتاسيون كورس بال بول راكيت إميسيون مونتاني بيست بيست دو كورس كورد أكتيفيتي سيرفييت بيسين كامبانيا كامبانيا باسكيت. بعد كده شامبيون جوي اربيتر انترنر سبورتيف غارديان دو بو غارديان دو بوت اوكيير ناجور اسكيي باسكيتو شامبيون جويز اربيتر انترنيز سبورتيف غارديان دو بوت اوكييز ناجيز تنسمه أتلت. دي شخصيات ناخد بالنا منها برضو كويس عندنا. تعالوا حنكمل بالأفعال والتعبيرات. مارشي لانسي سوتي ناجي انكوراجي اترابي بروبوزي اتليزي جوي سي جوي سيفلي بارتيسيبي ا باتر جيتي ساميزي s'arrêter entraîner s'entraîner. هنلاحظ زي ما قلنا ان الفعل ذو ضميرين دايما ينعكس الحدث على الفاعل نفسه، اما يبقى فعل عادي بيبقى ليه مفعول. monter معناه يصعد طبعا. gagner égaliser remporter remporter pratiquer passer faire do courir faire match nul marquer un but être en forme garder la forme descendre perdre. الصفات عندنا important olympique collectif intéressant fatigant préféré extrême individuel violent rapide. عندنا ثلاث أفعال مهمين قدامنا. verb battre معناه يحطم أو يهزم أو يضرب. je pas tu pas il elle pas nous battons vous battez il elle bat. verb perdre معناه يخسر. je perds tu perds il elle perd nous perdons vous perdez il elle perd. verb jeter وحنلاحظ verb jeter يلقي أو يرمي، بضاعف فيه حرف الت مع كل ضمائر ما عدا نوفو. je jette tu jette il elle jette nous jetons vous jetez il elle jette. تعالوا هناخد الالعاب الرياضيه. طبعا عندنا الالعاب الرياضيه معظمنا احنا عارفينها، فوتبول اند بال فولي بول بينج بونج تنس باسكت سيرف patin à glace, badminton, judo, karaté, hockey, canotage, golf, deltaplane, vite, jogging, footing, skat. skat التزلج على الألواح الخشبية في الطرق أو في السكات بارك. aerobic سكي كانيونينج سكواش.
عندنا كمان روجبي، كاياك، تيرا لارك، يوجا. خلي بالكم ان كلمة يوجا حرف الجريج هنا بيعامل معاملة الحرف الساكن. باتيناج، رافتينج، جيمناستيكا، ناتاسيون، بوكس، بيتونك، كورس ا بيي، بلانش ا فوال، دانس، مونتينج، راندوني، شاس، مارش، ليج. آل تروفلي، اسكريم، اكيتاسيون، اسكالاد، اتيليتيسما. دي كانت الالعاب المهمه، وعليها ملحوظه ان طبعا حرف الجريج في كلمه يوجا بيعامل معامله الحرف الساكن. حرف الاش في كلمه هوكي وهاند بول بيعتبر حرف ساكن وليس متحرك. بعد ما اتعلمنا الكلمات وشفنا قدامنا نص الدرس، هنبدأ نتعلم حاجة اسمها أنواع الرياضة. سؤال أنا بنسأل عليه، هل الرياضة دي تقليدية؟ هل الرياضة دي عنيفة؟ إلى آخره، هنشوفها مع بعض بقى. أولاً الاسبوركس ترام هي الرياضات العنيفة أو الخطيرة، وهي اللي بيبقى فيها نوع من أنواع المخاطرة، زي البوكس، الفي تي تي وهي رياضة الدراجات بس في المنحدرات، الكانيونينج، دلتا بلان، سو انوتير، قفز من المرتفعات. كل دي رياضات خطيرة، يعني بتساوي كلمة دانجيرو، يعني فيها نوع من انواع الفيولون، فيها عنف. تبقى رياضات فيولون يعني عنيفة بقى. طيب تاني نوع من الرياضة هو لسبور دي كيب، اللي هي الالعاب بتاعت الفرق، او لسبور كوليكتيف اللي هي الألعاب الجماعية، أو ممكن نقولها بطريقة كمان لسبور ان جروب، يعني الألعاب أو الرياضات اللي بتبقى في مجموعات، زي الفوتبول، باسكتبول، الرجبي. وطبعا دي رياضات جماعية، يعني اللي بيفوز فيها مجموعة في نهاية اللعبة. بعد كده لسبور اندفيدوال، وهي رياضات الفردية، والرياضات الفردية اللي حيفوز فيها لاعب واحد، زي ناتاسيون سباحة، زي جوجينج الركض أو الجاري، يعني جيمناستيك اللي هي الجمباز أو الألعاب بتاعت الجمباز. بعد كده عندنا رقم 4 لسبور أكوتيك أو لسبور نوتيك، أو بنقولوا عليها لسبور دوو اللي هي الألعاب المائية، زي ناتاسيون سباحة، زي البلونجي الغطس إلى آخره. كمان عندنا لسبور ان بلانير، يعني الالعاب في الهواء الطلق، زي الفي تي تي والسكي تزحلق على الجليد، والبش الصيد. طيب عندنا كمان ما تنسوش ان احنا ممكن نقوله لسبور دي سكي اللي هي العاب التزلج، او جليسا. طيب ممكن نقول لسبور دو راكيت، العاب اللي فيها مضرب، ماشي. فاحنا ممكن نصنف الالعاب لحاجات كتير طبعا، وبالنسبه لنا هتبقى سهل. خلي بالكم من الكانيونينج، وهي رياضه نزول من منحدرات ووديان ضيقه، وسباحه في الاماكن دي، يعني بتبقى لعبه فيها اكتر من لعبه، وهي من الالعاب الخطيره. الفي تي تي اختصار لكلمه فيلو تو تران، او فيلو دي مونتانيا، وهي الدراجه الجبليه اللي بتسير في المناطق الوعره الغير ممهده. لكن احنا عندنا السيكليسما اللي هو ركوب الدرجات في المناطق الممهدة. طيب هناخد بعض الالعاب والصور بتاعتها، طبعا زي ما انتم شايفين الصور واضحة قدامي، وزي ما انا شايفها كده، الكيت سيرف، الدلتا بلان، الباتيناج، البيتون، البادمنتون، وكلهم احنا قرناهم قبل كده في الصفحة قبل كده. طيب هنيجوا هنا بقى نتعلم مع بعض شيء مهم جدا، هنسأل عنه في الاختيارات في المواقف. هبدأ في القطعة اتكلم عليه، فناخده بالنا منه كويس جدا. هو ايه؟ هو اللعبة ومكان اللعبة والزي او الخامات اللي انا بستخدمها او المعدات اللي انا بستخدمها في اللعبة. طب الفوتبول بتلعب في الاستاد،
في بالون، بالون يعني كرة كبيرة، والروجبي بيلعب في الاستاد برضو في بالون دو روجبي اللي هي كرة الروجبي. الاندبال ده في الجيمناز بيعوز بالون، الفولي بال في الجيمناز بالون عايز كورة، داكور خلي بالكم. الباسكت بول برضو في الجيمناز بيعوز بالون، اما البوكس عايز جون، جون اللي هي القفازات، جون اللي هي القفازات اللي بيلبسها اللاعب بتاع البوكس. البينج بونج ده عايز تابل، ترابيزة يعني، عايز بال بقى كرة صغيرة، عايز فيه شبكة، فيلي شبكة. جودو عايز الكي مونو، وده زي الجودو والكاراتيه هم مكتوبين تحت بعضه. جيمناستيك اللي هي الالعاب البدنيه او الجمباز، وده عايز مايودو جمباز اللي هو زي الجمباز، الزي بتاع اللعبه نفسها. التنس ده بتلعب فين بقى؟ سيغ لو كوردو تينيس. كوردو تينيس يعني ايه؟ ملعب التنس، كوردو تينيس اللي هو ملعب التنس. عايز بال كره وراكت. طيب عندنا البادمنتون اللي هي كره ريشه او الكره كورت تنس الريشه. او جيمناز في صاله الالعاب يعوز فولون، فولون دي كورت الريشه، كره لعبه الريشه، وبيعوز في لي اللي هي الشبكه. سيكليسما اللي هي ركوب الايه؟ الدرجات. عايز بيست سيكلابل بقى، بيست سيغ لا بيست سيكلابل اللي هو ممر الدرجات. عايز فيلو، عايز كاسك الخوذه اللي انا بلبسها وانا راكب العجله. الكورس بقى، الكورس لاحظ كويس قوي اللي هو الجري، سيغ لا روت على الطريق. وعايز دي باسكيت طبعا اللي هي الحذاء الرياضي. اسكالاد اللي هو تسلق الجبال، ده على المونتاني في الجبل. عايز كورد، عايز حب، يعني اهم عنصر فيه اللي هي الكورد. الباتيناج طبعا سيغ لا باتينوار، باتينوار اللي هو ساحه التزلج، وبيعوز باتان اللي هو الحذاء بتاع التزلج. السكي بقى، سكي اللي هو التزلج على الجليد، وده بيبقى في المونتاني في الجبل، وبيعوز باتان وممكن باتو كمان، ماشي، اللي العصيان الخصب. سنو بورد وباتان اجلاس نفس المحتوى. السكات هو التزلج على الالواح الخشبيه في الطرق او في السكات بارك، وده في السكات بارك، وده بيعوز سكات بورد. البيتونك بقى، البيتونك الكرة الحديدية، والكرة الحديدية دي كرة كبيرة بتتلعب دايما في البارك في الحدائق، وبتحتاج بول اللي هي الكرة الحديدية التقيلة الكبيرة شوية. ناتاسيو السباحة، والسباحة ده في البيسين طبعا في حمام السباحة، بيعوز مايودو بقى اللي هو زي البحر، وبوني طبعا اللي بتلبس غطاء الراس يعني. الإكيتاسيون طبعا الفروسية، ده في الكومبانيا اللي هو الريف، وبيعوز شيفال حصان. الجولف طبعا في ترين اللي هو الملعب الخضراء، بيعوز كان اللي هي العصا بتاعت الجولف. سيرف التزحلق على الأمواج على البحر، بيعوز بلونش دو كيت سيرف اللي هو البلونش طبعا اللوح اللي بيتزلج عليه على الأمواج. تيرا لارك ده جاردون دارك، تيرا لارك اللي هو طبعا الايه تصويب او رماية، وبيعوز حديقة للرماية، وبيعوز ارك ايه ان فليش اللي هو الرمح والقوس معانا. خدنا احنا الالعاب الرياضية كده، طب ناخد الجرامير بقى، وده مهم جدا بتاع الدرس عندنا، وحناخد فيرب فير دو، فير هيجي بعده دو، يبقى فير بيجي بعده ايه؟ دو، متفقين تماما. طيب هنصرف فيرب فير الاول، جو في، تو في، ايل ال في، نو فيزون، فو فات، ايل ال فون. وبقول ركزوا قوي على فو، ان هي ما بتاخدش او زاد في الاخر، بتاخد او اس. طيب عندنا هنا بيستخدم فيرب فير دو بمعنى يمارس، للتعبير عن ممارسه الرياضه بجميع انواعها، بعده نشاط، احنا خدناه السنة اللي فاتت، بعده انشطة او مواد دراسية. طب فير دي هنا للمذكر، دي يبقى فير هيجي بعدها الدو، بتتحول الى دي وبيحصل لها ادغام مع المذكر. جي في دو تينيس يعني انا بمارس تنس. مون فرير في دي فوتبول، يبقى لاحظ هكتب فير وبعدها لعبة رياضية، هكتب دي مع المذكر. طب دولا مع المؤنث، زي ما اقول جي في دو لا كورس، انا بمارس الجري. ما سير في دو لا ناتاسيون، اختي بتمارس سباحه.
دوال ابوستروف لما يكون بعدها اسم مضروب بحرف متحرك او اش صامته، زي ما نقوله جي في دو لا ايكيتاسيون، انا بمارس الفروسيه. مون كوبا صديقي او رفيقي، في دو لا سكريم مبارزه، المبارزه بالسلاح او الشيش بنسموها سكريم. دي للالعاب بقى الجامع متن، اون في دي كومبيتاسيون، بنمارس مسابقات او بنعمل مسابقات. هنلاحظ كويس الحته دي عشان بعد كده ما نختلفش عليها، وهنحفظ شويه اللي عندنا. طبعا في اسئله طبعا هناخدها اما ندخل نخلص الوحده، هنعمل اسئله متدرجه، اسئله بسيطه ثم اسئله للمتفوقين. وطبعا وانا داخل عندنا القناه هدور على دايما قوائم التجريل بتاعه الصف الثالث 2022، هي اللي فيها حل الكتب كلها بإذن الله. بإذن الله هنراجع من كل الكتب، هنلاقوا فيها كمان شرح الجرامير كله، هنلاقوا فيها أسئلة بقى السنة دي، هنحط أسئلة كتير متواصلة عشان نتواصل مع بعض دايما بإذن الله. عند النافية تحول دي بتاعت المذكر دولا بتاعت المؤنث دو ال ابوستروف دي إلى دو أو دو ابوستروف، إمتى بقى؟ في حالة النفي أهو، جو ني في با دو بيتون. ملاحظين ان فير هي اللي منفي، فيرب فير هو اللي منفي ما بين ني وبا، متصرف ومحطوط ما بين ني وبا. مون امي ني في با دو سبورت، ني في با دو سكالاد، الي دانجوزا، يعني لا تمارس تسلق الجبال، دي رياضه خطيره. تبقى ادوات التجزئه كما هي عند النفي ولا تتحول الى دو اذا سبق فعل فير بفعل مصار. يبقى فير هنا مش محطوط ما بين الني والبا، تمام، ادي اول حاجه. ثانيا قبله فعل من الافعال دي، افعال الميول والاراده والاستطاعه، الميول والاراده والاستطاعه. طب ايه هما الافعال بقى؟ ايمي يحب، ادوري يعشق، بريفري يفضل، ديتستي يكره. نحفظ بقى الافعال دي عشان مهمه عندنا. فولوار بوفوار، فولوار يريد طبعا، وبوفوار يعني ايه؟ يستطيع. هنركز فيهم قوي. جه فعل منهم ومنفي بعده فير، سيب الادوات بتاعه التجزئه زي ما هي، دي للمذكر دولا للمؤنث دو الا ابوستروف دو بحرف متحرك، دي للجمع بنوعين. طب تي ان فير دو تينيس، يعني ها انت بتمارس تنس؟ قال له جو نو جو نيم با فير دو تينيس، ها ما حولناش الاداه، يعني الجمله منفيه بس النفي لم يقع على فيرب فير، النفي وقع على فعل من افعال الميول والاراده والاستطاعه، في الحاله دي ما غيرش، تمام. اوكي طيب، تاني نقطه بقى باخد بالي منها تتحول ادوات التجزئه. يبقى النقطه الاولانيه بتحول اذا كان فير محبوس ما بين نيو ايه وبا، اذا فير وقع ما بين نيو وبا حول، ما عنديش مشكله. لكن لو كان في المصدر وخاصة إذا كان قبله فعل من الأفعال دي، لأن النقط دي اللي أنا هنسأل عليه عشان بعد كده هناخد نقط تانية ممكن ما نسألش عليها في الامتحان بس لابد نتدرب عليها. تتحول أدوات التجزئة إلى دو أو دو أبوستروف إذا سبقت بظرف كمية، بكو بو، بكو دو وبو دو، اللي هو كثيرا من وقليلا من، أي ظرف كمية بقى. جي في بكو دو فوتبول، يعني أنا أمارس كثيرا من كرة القدم، بمارس كرة القدم ياما يعني. اوكي يبقى دول الحالتين اللي هيحصل فيهم النفي عنده مع فيرب ايه؟ فير. طيب تستخدم فير مع الآلات الموسيقية بمعنى يعزف، وبتاخد أداة تجزئة، وبتتحول عند النفي برضو إلى دو أو دو أبوستروف زي الكلام اللي قلناه زي كده. الآلات الموسيقية الشهيرة عندنا طبعا البيانو، الفيولون، الساكسفون، أورج، الجيتار، الفلوت، العود طبعا، الترومبيت اللي هو البوق، اللي هي البوق الكبير شوية عندنا. تي في دو لا جيتار، يعني انت بتمارس بتعزف جيتار؟ قال له نو جي ني في با دو جيتار. ملاحظ نفي. فيرب فير ما بين نيو با، خلاص احول ادوات التجزئة مباشرة. طيب تعالوا هنا نحل التمرين المهم جدا عندنا ده قدامنا معانا، ها عايز اصرف فيرب فير. طيب التمرين ده عشان هو سهل طبعا هنجيبوه من فوق وما فيهوش كلمات جديده قوي، وهلاحظ كويس عندنا قوي النفي، هلاحظ كويس الجمله فيها ظرف كميه ولا لا، يبقى انا وانا شغال الاحظ، هلاحظ النفي هيقع على فيرب فير ولا مش هيقع على فيرب فير في الجمله. طبعا انا كل المطلوب مني ان انا اصرف فيرب فير، بس براجع المعلومات اللي انا خدتها. طبعا هنكتب طبعا اول حاجه تي في اهي قدامنا،
ماشي، اعتقد الخط مش هيبقى واضح قوي في الجملة دي، فهنكتبه هنا اني في، طبعا في اهو تصريف فيرب فير هنا، وهكذا بقى بقية التمرين. فانتوا تاخدوا بالكم الضمير اون يا جماعة بتصرف زي ال، سارة هتتصرف زي ال، توت مافامية بتساوي الضمير ال هي، لان تطلع تطلع تطل المفرد المؤنث، لا للمفرد المؤنث، يبقى اقول انها بتساوي هي على طول، يبقى صرف زي هي. جو احنا عارفين طبعا، فو نو ميزيليف طبعا هتتصرف زي ضمير الى بيك اس. ماشي، يبقى احنا عرفنا احنا هنتصرف مع مين دلوقتي عشان نبقى واضحين، ويا ريت اشوف حل التمرين ده في الكومنت عندنا في التعليقات. طيب تعالوا بقى ناخد ازاي هكمل. طبعا عندي في التمرين ده هنبص هلاقي فيرب فير، هاخد بالي برده من ثلاث حاجات، فيرب فير متصرف، فيرب فير ما بين نيو با ولا بعيد عن النيو با، وفي فعل قبله هو اللي محطوط ما بين النفي، فاخد بالي من الحاجات دي. اول جمله بتقول مون فرير في، طبعا هنركز معايا بقى هنا، مون فرير في دو الابوستروف، طبعا هي مبدوءه بحرف متحرك كلمه اتيليتيسم اللي هي العاب القوه، هناخد دو الابوستروف اللي هي قدامنا دي، اول واحده هناخد دو الابوستروف دي رقم واحد. رقم اتنين، ما سير نيم با فير، هتلاحظوا ما سير اختي نيم با فير، هنا النفي لم يقع على فيرب فير، يبقى مش هحول. تاني حاجة وتأكد منها انه فعل من افعال الميول او الارادة والاستطاعة. طيب في الحالة دي هناخد دي اللي هي التانية اللي قدامكم فوق دي، دي سبور اللي هي بتاعت المذاكرة. في رقم ثلاثة، الي كل في المدرسة اوني في، ده النفي هنا وقع على فيرب فير، اهو فير اهو موجود متصرف في ومحطوط ما بين نيو ايه وبا، يبقى هنا هحول، يبقى هناخد دو الاولانية. طيب في الجملة رقم اربعة بنقول اوني تي في الصيف جي في، بعدين بلون شافوال، طب ما هي بلون شافوال دي مؤنث، يبقى هناخد دولا. طيب في رقم خمسة، اونيفير في الشتاء اون في اسكي، اسكي دي كلمة مذكر، يبقى هناخد دي. تمام اوكي. طيب في الجملة اللي بعدها، جي في دولا بيتونك، بيتونك يعني الكرة الحديدية دي مؤنث، هناخد دولا، هناخد هنا دولا. الجملة اللي بعدها في رقم سبعة، اون في اون في دي سبو، واخدينها لسه فوق مع بعض دلوقتي، وكانت الجملة ما فيهاش نفي يقع على فير، هنا برضو ما فيش نفي، يبقى هناخد دي سبور لأن كلمة سبور مذاك. اون في دي سبور اللي رقم سبعة. رقم ثمانية، إيل فون، وبعدين كورس أبيي، كورس أبيي معناها عدوى أو سباق جري، ودي لعبة فردية، يبقى هتاخد دولا هنا على أساس إن هي طبعا مؤنث. طيب اللي بعدها، الفون وبعدين دولا دونس، دونس يعني الرقص طبعا، ودي مؤنث هتاخد دولا، والجملة مثبتة. في رقم عشرة، الف روندوني، روندوني يعني ايه؟ التنزه او المشي او التجول، فدي طبعا مؤنث هتاخد دولا برضو، نفس العملية هتاخد هنا دولا لانها مؤنث والجملة مثبتة. رقم 11، اون في بلونجي، بلونجي طبعا الغطس ودي مؤنث، فبرضو هتاخد دولا، هناخد هنا برضو دولا في رقم ايه؟ 11. ها نراجع معايا بقى التمرين كده ونحاول نشوف الاجابات، ولو في حاجه نقولها لبعض باذن الله. طيب عايز اخد رقم 12 بتقول مامير في يوجا، طب ما هي يوجا دي كلمه مذكر، وهتاخد دي اللي هي المذكر، ماشي هتاخد دي اللي هي المذكر، لو كتبناها مع بعض هنكتب كده دي، ماشي تبقى واضحه قدامي. طبعا احنا متفقين ان كلمه يوجا بتبتدي بحرف الجريج، والجريج هنا بيعامل معاملة الحرف الساكن. طيب الجملة اللي بعدها، تيو في تنس دو تابل، تنس دو تابل يعني تنس، تنس الترابيزة، ماشي تنس طاولة، ها فهنا مذكر برضو فهتاخد دي، يعني الجملة مثبتة مفيهاش مشكلة قدامي. طب جادور فير، أنا بعشق ممارسة، الجملة هنا مثبتة مفيهاش مشكلة فهناخد دي، يبقى هنا أنا متعود على اني اخد دي. الجمله اللي بعدها، الفي فوال، طب فوال ده الشراع ده مؤنث، يبقى هناخد دولا دو
وبعدين لا بعدها طبعا عشان مؤنث. جي في سيكليسما. سيكليسما انا هاخد ملحوظة وهنقولها مع بعض، ان كل الالعاب الرياضية اللي بتنتهي بأو مؤنث ما عدا الالعاب اللي بتنتهي باسم واج ودلتا بلانوس كار. هركز على دول كويسة ماشي. يبقى سيكليسما ده مذكر لان اللي بينتهي باسم دايما مذكر. ها يبقى هناخد هنا دي. طيب اللي بعدها رقم 17 ايه في ناتاسيون. ناتاسيون دي مؤنث تبقى دولا. طيب الجمله اللي بعدها 18 توني في با وبعدين جيمناستيك. الجمله هنا منفيه منفيه يبقى هاخد دو على طول لان المنفي فير واضح بقى يبقى حول على طول. ايه في كيتاسيون هتاخد دو الا ابوستروف طبعا لو خدنا بالنا هناخد هنا دو الا ابوستروف. الجمله اللي بعدها نوفيزون وبعدين باسكت. باسكت طبعا دي كلمه مذكر فانا هختار لها دي طبعا وهتبقى واضحه الجمله قدامي اهي دي. ده بالنسبه للجمله اللي هي قدام. بكده اتعرفنا فيرب فير وخدنا التمارين وريت نحلها مره واتنين عشان نبقوا متاكدين منها.